يا الله يا الله. اخواني اجلسوا للاستماع للخطبه لانها جزء من الصلاه ببركه الصلوات على محمد وال محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الذي دعانا إلى دينه القويم وهدانا إلى صراطه المستقيم. الحمد لله الذي ألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر فأحسن وقدر فأحسن وأنعم فأسبغ. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. عباد الله وإماء الله، إخواني المؤمنين، إخواني المؤمنين، بسأل الله تعالى أن يبارك لكم جميعاً وللأمة الإسلامية في كل مكان في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم المضيء بالخير والبركات، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفر والكافرين، وأن ينصرنا وإياكم على أعداء الدين ويهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فتقوى الله خير زاد في الدنيا والآخرة، إلى الدنيا وإلى الآخرة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم عن أمم عصوا الله وكفروا بنعمة الله وتبردوا على الله فأهلكهم الله، مثل قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط الذين ارتكبوا الخطايا وارتكبوا الفحشاء والمنكرات، فبعث الله فيهم أنبياءه نصحوهم فما انتصحوا وأرشدوهم فما رشدوا وتمردوا على أنبياء الله. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً لهؤلاء العصاة المذنبين: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. عباد الله، إن الله حذرنا من الذنوب وجميع البليات التي نزلت على الأمم التي قبلنا بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، ونحن أيضاً لا نخلو من الذنوب، لكن هذه الذنوب لها علاج، علاجها الاستغفار. استغفر الله، كل واحد منكم فليستغفر الله، من كان عليه ذنب فليستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا. إخواني المؤمنين، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على أحد من أنبيائك ورسلك. وصل اللهم على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم وصل على سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن
الزكي الطاهر المعصوم المظلوم المسموم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم العطشان. اللهم وصل على علي بن الحسين زين العابدين، وصل اللهم على محمد بن علي باقر علوم النبيين، وصل اللهم على جعفر بن محمد الصادق الأمين. اللهم وصل على علي بن موسى بن جعفر المظلوم المسموم، عبدك وبليك وأخي عبدك وبليك. اللهم وصل على موسى بن جعفر. اللهم وصل على علي بن موسى الرضا الرضا المرتضى عبدك وبليك، وصل على محمد بن علي الجواد حجتك على خلقك، وصل اللهم على اللهم وصل على علي بن محمد الهادي حجتك على عبادك وخليفتك في أرضك، وصل اللهم على الحسن بن علي حجتك على خلقك وإمامك الذي فرضت طاعته على خلقك. اللهم وصل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم وارزقنا الشهادة بين يديه إلهنا بحقه وبحق نبيك وبحقك وجلالك. إلهنا عجل فرجه، قولوا آمين. عجل فرجه وسهل مخرجه وأعنا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن بوليك الإمام صاحب الزمان، اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. إخواني المؤمنين عباد الله، بارك الله لكم صيام شهر رمضان. اليوم يوم عيد وفرح ويوم استلام الجوائز، صمتم لله شهرا كاملا، وهذه جوائز اليوم توزع عليكم فاقبضوها، فإنكم بها ستدخلون الجنة إن شاء الله. اللهم أدخلنا الجنة وفك رقابنا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، قولوا آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأخذل الكفر والكافرين، واجعلنا لك مسلمين، تب علينا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم انصرنا على أعداء الدين. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين. اللهم اخذل أعداء الشيعة وعجل في فرج مولانا سيدنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. عباد الله، أوصيكم مرة أخرى، أوصي نفسي قبلكم بتقوى الله. فاصل للخطبة الثانية، فاصل للخطبة الثانية. واستغفروا الله تعالى، استغفروا الله فإنه يغفر لكم ذنوبكم. معنا خطبة ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا
وآوانا وعلمنا وأرشدنا. الحمد لله الذي أنعم علينا بولاية أمير المؤمنين وولاية أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقرأ سورة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخواني المؤمنين، إن الذنوب تسوق أصحابها إلى النار، ولكن علاجها استغفار. فمن كان عليه ذنب فليستغفر الله. استغفر الله يغفر لكم، استغفر الله يغفر لكم. وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الإنابة والتضرع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الآية الكريمة تقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لماذا لا يتضرع؟ علينا أن نتضرع إلى الله، علينا أن نثبت عبوديتنا وذلنا وخضوعنا وطاعتنا لربنا وخالقنا ومولانا. ثم أعلموا يا أيها الإخوة أن العراق والحمد لله بلد آمن، أنعم الله بمولانا أمير المؤمنين. العراق مدفن كثير من الأئمة المعصومين. هؤلاء الأئمة الطاهرون هم الذين يدفعون البلاء عن أهل هذا البلد. أنعم الله علينا في العراق في هذا الوطن العزيز بنهرين، نهري دجلة والفرات، يتدفقان في المياه العذبة. وأنعم الله علينا بالتربة الخصبة، وأنعم الله علينا بالأيدي العاملة. فالمزارع بحمد الله عامرة، والأشجار باسقة، والثمرات وافرة. كل ذلك علينا أن نشكر الله. اشكروه واسألوه أن يزيد النعمة. والشكر مفتاح للزيادة، الشكر مفتاح للزيادة. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله. اللهم إنا نشكرك على نعمك التي لا تحصى، وإنك قلت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله واتركوا الذنوب. فإن الذنوب كما تذكرونها في دعائكم إلى اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. بعض الذنوب تهتك عصمة الإنسان، تسقط إنسانية الإنسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. النعم بعضها تنفر منا بذنوبنا. نعمة الرفاهية في العراق، العراق اليوم بحمد الله ظاهره بلد مستقيم، ليس لبريطانيا ولا لأمريكا ولا لروسيا ولا لأحد من هذه الدول الظالمة علينا سلطة. نحن مستقلون ونحافظ، نسأل الله أن يحفظ لنا استقلالنا وأن يجعلنا له من الشاكرين. عباد الله، هذه النعم إذا شكرناها فإن الله وعدنا أن يزيدها. يقول سبحانه مرة أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عباد الله، عليكم بطاعة الله. عباد الله، أولادكم وعوائلكم وبناتكم وزوجاتكم أمانات في أعناقكم، وصلوا إليهم، وصوهم، ربوهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عليكم أنفسكم، يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ استقلال هذا البلد، أن يحفظ جيشنا، وأن يحفظ جندنا، وأن يحفظ مسؤولينا، ويهديهم إلى دين القويم، يهديهم إلى صراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا استقلال العراق، وأن يديم لنا هذه النعم ويزيد هذه النعمة. علموا أولادكم على تقوى الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه كلماتي أوصي نفسي بها وأوصيكم بها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.